الوغ انا حاليا حتى القنصليه ديال المغرب شد الدرابو ديالنا مسكين فيه البرد. يعني حاليا قد ندخل داخل ونطلب اللجوء السياسي. السلام عليكم، اصبح الخير ومرحبا بفيديو اخرى مع اخوكم الشعج. عاوتاني غنبداو فيديو في الصباح، ماشي في الصباح بحال الفيديو الاخرى، ولكن هذا صباح اخر، صباح اللي ما خدامش فيه وعندي رونديفو مع الدونتيست. غادي عند الدونتيست دابا راني شويه غطاغ، راني حسيت براسي الجيريان فاش قلت هضراني. هذه القضيه، انا ملي كتعيش هنا كتخلط مع لي زالجيريان لي تونيزيان، وهذا كتولي بلا ما تسهر كيوليو عندك شي كلمات من عند الاشقاء الجزائريين والتونسيين. على اي الله جديد بانني هذا الصباح هذا عندي رونديفو شي دونتيست، اي جو سي ان بو ان غوتار، ما عيطت ليه علاش انا دابا المشكله؟ علاش هي مشكله؟ عيطت باش نشد رونديفو السيمانه اللي فاتت، وانا اليوم ما خدامش. يعني فاش ما كتكونش خدام سي بيان جورني اللي ترتاح فيها تنعس، وتي اللي غتشد شي رونديفو شد رونديفو شي توقيت زوين اللي تنعس فيه شويه وتفيق مرتاح. وهادي انا اصلا خاصني نعس، ولا عقلت اللايف اللي درت نهار الحد حد اليوم الاثنين، اللايف اللي درت الحد قلت لكم انا باقي مش معاش نعاس شوي فاتيكيتو. ايه اساسا يعني حتى اليوم ما فقت واخا نعس، ولكن حاسب راسي باقي نقد نزيد نبقى نعاس. صالح عين، اهم حاجه هو انني عيطت ليها سينا زياتيك اسيويه، كان واحد السيد كان خدام معايا السعب سجيل، الا كتفرج هذا الفيديو تحيه ليك من هذا المنبر، كان هو اللي كان عطاني النيميرو ديالها، ودوبي لو طوم عاودت رجعت عندها. وديك الطرا عيطت ليها حيت الدوسي ديالي بقى عندها تمايا، واصلا كانت دارت لي خدمه زوينه. سو يس الوغ انايا دابا كبيره عيطت ليها، قلت لها راه جبت ان بون غوطار او موان باش نعلمها، ولاني تاهي العمر دار درافات بحال حسات بيا، ما عيطت ما قالت لي ميسي واسيل شو تا قلت لها راه غيكون عندي شويه ديال الروطار، قالت لي صافي ماشي مشكل ماشي مشكل حمادي، عارفينكم نتوما ديما روطار اودي ديما روطار. صدم الاحوال حاليا الي نافوغ شي حاجه، نافوغ تولوت وقيلا تكون تسعود تولوت، الجو عندنا كري، كتشوف السماء عندنا ديما كري، هذا الجو كري هذا هو اللي كيطيح عليك الكآبه في كندا، هذيك السي كري وما عرفنا واش كتصب الشا ولا كتحط الثلج ولا ما عرفنا. على اي غندخلو نشوفو الدونتيست، ما عرفتش نتوما كيفاش كتكونوا مع الدونتيست، انا واخا هكاك ما كنتعنكش بزاف عند الدونتيست الحمد لله، مي واخا هكاك ملي كتسالي كتحس فمك بحال فيه بحال فيه شي لعيبات غريبين. على اي على بركة الله شنو نشوفو تلات ستكريتاج ديجا هاهاي دكتور انستون شيرجيان دونتيست شيرجيان دونتيست الفا شيرجياني مع دونتيستاسيون ما كايناش هادي فرونسا ما كايناش في عالم داكشي اختبئنا من الجو البارد والقرص والقرص. على اي سو غادي بديت الفيديو قبل ما ندوز عندها، وغندير لكم فيديو من بعد نشوف حالتي كي دايره. علاش كيكون فمك كيبدا فمك كتحس بيه من فوق كتبدا تروح هكا وكلك مكرفص؟ واني اول حاجه عند الدونتيست اول حاجه شنو هي فاش نورمالمون كيقول لك كيعطيك الماء كيقول لك شلل، انت يلاه كتكون كيعطيك شلل فمك فهمتي فيه البنج وهذيك كتبغي تشلل كتجلخ حالتك. عالم جميل مع الدونتيست. اون توكا نكملوا الفيديو من بعد نخرج من عند الدونتيست. ما بداتش شي غدا ديال هذيك كاع الالات الحربيه غادي يدوزو في الفم. اي ستريس 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 نخلع 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 بس حتى من بعد نقول لكم صراحه ما كانت برصه نتبع نونتوك حتى من بعد نقول لكم. او هيا هيا سالينا فينالمون ما دارتش لي لا البنج لا حليوه لا كلاس كلاس هذا البنج وحليوه نو فينالمون ان نيتواياج صافي ديال النيتواياج كتحيد لك بلوس لا طاغت وكتحيد لك كتحيد لك الاوسخيات اللي عندك في فمك وهادشي ماشي السوسه
راكم عارفين نيتواياج كدير هادي مالوغوزمون مالوغوزمون قالت لي عندك بزاف ديال لاطاق وهذا الشيء خاصني نرد البال سناني كثر وكثر وكثر سي سي سا خاصني نرد البال كثر سناني وتويشيات مون توكا فمي انا كتسمعوا ولا غادي نسالي غادي يبقى تكون دايره ليا التويشيه وفمي مبناش داك الشيء غنبدا نهضر معاك مي نو سي با سا سو يس فينالمون سالا النيتواياج خديت انا اوتر رونديفو من هنا واحد دو سيمين او ثاني باش نرجعوا انت انا حتى بعد الا بغيتو نعطيكم النيميرو ديال حيت كاينين شي ناس هنايا في كندا اللي كيبغيو يمشيو عند الدونتيست وما كيكونش عندهم النيميرو ديال التليفون ما كتكونش عندهم هادي سو ياس الا بغيتو غادي نخليها لكم في لي كومونتير ولا شي حاجه اي فوالا الله عمر دار عطاتني فصلات عطاتني شيته ديال السنان جديده واش هذا فين خارج شو فين خارج شو هذا كاسود سي فين خارج راه التروطوار هذا ملي نشوفك جاي خاصو يفراني ما كيما كنقول لكم ديما كاينين الكساله باغتو الكساله كاينين الناس زوينين ما كاينين الكساله على اي صويا قلت لكم عطاتني شيته الاسنان جديده ومعجون الاسنان عطاتني حتى ديك الخيط اللي ديال السنان كتبقى تلعب بين سنانك سي سا ما شنو كنت باغي نقول واي بارابور الخدمه ديالي حيت هنا نورمالمون عربي ماشي غير هنا ولا حتى في المغرب كتكون عندك لاسيرونس ديال الخدمه كتكون مكوفريه شي حاجه ان سارتان بورسونتاج على حسب الخدمه ديالكم على حسب لاسيرونس اللي معاها كتعطي واحد النسبه تخلص لك 60% 70% 80% على حسب لاسيرونس تقدر توصل 90% 100% ولا ديفيرونس انت اللي كتخلصها من بعد سو يا الو انا حاليا سالينا من الدونتيست دابا غادي نمشي للقنصليه المغربيه ياك وما ياخذ الشوز نمشيو للقنصليه المغربيه حاليا نمشيو ناخذ واحد خصني نمشي ناخذ واحد الورقه تمايا ونشوف قد نكمل لكم شويه نشوف نصوروا القنصليه في المغرب نشوف الاجواء المغربيه كتدخل تما كتحب راسك راك في المغرب على اي نكملوا من بعد ارياس الزون مع هذا النيتواياج هذا ملي كدير لك ملي كدير النيتواياج حيت نورمالمون هذيك لاطاخت ولا داك نسميهم الاوساخ اللي كيبقاو يلصقوا لك في السنان كيوليو يشدوا بلاصه الوغ كيعمروا بلاصه وكيوليو شادين لك بلاصه وكتولي فهمتي كتولي كيولي الحجم ديال سنانك والاحساس اللي عندك مع سنانك فهمتي مختلف يعني ملي كتقيس لسانك وسنانك وداك الشيء تقيس لسانك بسنانك واش كنشرح دونك توكا ملي كتولي تقيسها كتولي كيكون واحد الشكل ملي كتجي دير هاد النيتواياج هذا ومن بعد كتولي تقيس كتولي تحس بواحد الفورمه اخرى بحال ضعاف بحال رقاق مساكن الله كتبدا تحس بالفجوات والفراغات وهذه واه مي اون جينيرال داكشي داز مزيان طبيبه العمر دار سيتي با فريمون لا ميم بيرسون عندي خطره كانت واحد السيده ازياتيك مي كانت واحده اخرى اليوم واحد السيده اخرى علامه وتناجي باش كتكون تحضمه بحال هكا هما خدامين بحال هكا كتحس براسك انت هو البؤره ديال العمليات بزاف وكتكون ديك الشفاطه عرفتي ديك الشفاطه اللي كتجمع لك داك الماء باش ما يطيحش كتبقى ديك شفتها كتشد لك فشي لعيبه وهذه الطن والواعره هي لسانك ما كتعرفش فين لسانك واش تحطو لتحت ولا الفوق ولا فين غتحط لسانك بحال هكا وكتبقى ديرها ما عارف كتجمعو لداخل وديرها واه ما سولتكم قلت لكم نتوما كيفاش دايرين عند الدونتيس حيت كاين اللي كيمشي عند الدونتيس كيولي مضاربو الدونتيس الدونتيس يجر من هنا ويجر من هنا وكلشي مقاتل وجرمين حتى ولا حيد وهذا مي اون جينيرال انا كنمشي كنربع يدي وكنجلس وكنعطيهم كنقول لهم ها كنتوما قارين هادشي نتوما اللي عارفين بيان سور الا تحركت ولا درت اي حاجه ما غاديش يكون سي با بينيفيك بور مو سو كلش وقفت انا تما كملوا سو يا الوغ الا تحركتي على غفله ولا شي حاجه قد داكشي يكون خايب فهمتي هما عندهم دوك الالات وانت دير شي حركه على غفله سا با اتخ تخي تخي موفي سو داكشي علاش
كنعطيهم كنسلم امري وكنعطي كنقدر وكتبقاو لي واخا هكاك. مع دابا لو تريتمون دي فوا كيبقى دوك التويشيات كتقد تقيس لك اللحمه، مع كتقيس لك اللحمه كتقد انت دير شي نغيزات ديرها بوجهك ديرها، ولكن داكشي اللي كندير يديا مربعين، ما كنقيس لا بيدي لا والو، ما كنبقى نفرك الماء لا والو، كنخلع وصل مينيموم اورا فمي هذاك ما نحس بوالو، ما يمكنش اصلا ما دارش ليا لا بنج لا والو. كنعتبر نفسي من الناس اللي كيعجبهم الدونتيست يخدم لهم فيهم، يبقى بحال هكا يا واد. وسينو تذكروا مزيان 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 الشفاطه، كلشي على الشفاطه ديك، ولا مشات تلصقاتك في لسان كل شويه بقيت تقول انت ما عارفش هادي شنو الصداع هذا، ما شنو هادشي اللي جاي. نسيت الماتر هذا اللي جاي، نسيت والله الا نسيت. رجعنا حتى التونال هذا اللي دايز منه دابا، قديما كندوز الطوموبيله وكان كيعجبني السون ديالو كيفاش داير كيفاش مصايب اون جينيرال، وديما كنت كنقول فاش كنكون دايز الطوموبيله كنقول ما كانش نهار نفيلمي هنا ولا نصور، راه غير نهضر على التونال اون طون كتونال. مي جات الفرصه دابا ستاسيون مترو اللي خرجت فيها، خرجنا هنايا سو يس فوق ديزا لوطوروت، فوق ديال الفليب هذا هنايا ديزا لوطوروت، ماش كتسمع الصوت ديال الطوموبيلات ولا لفة ديال الطوموبيلات. مي ما سي سا شي بغيت نقول لكم رانا دايز من التونيل. فينالمون قلت لكم التونيل دايز فوق من لوطوروت، ما دايز فوق من لوطوروت، حنت خالطيه مع شي واحد اخر، واخا لوطوروت هاي الخرجه ديالها هنا، ها هو التونيل كان تحت من هاد البلاصه هادي. حنا دابا اكزاكتومون في سونتر فيل، ما تما كاينه خرجه ديال لوطوروت، حيت المهم قديم الشعبه باش نشرح لكم، ولكن المهم غير باش نريكتيفي لكم وتعرفوا شنو كاين، وتعرفوا باننا ما كناش تحت من لوطوروت، ما كناش تحت من الشارع هذا. سي صح هنا طبيعة الحال عندنا واحد اللعيبه سميتها واليلي تمايا تحنايا، والله ما عرفت شنو هي هذيك، بارك الله داير بحال شي عماره بداو ما كملوهاش، ما كانش مقطع تما ونمشي نشوف شنو هي. والله ما عندي بحال داكشي ديال الوالي لي وشويشيات ثلاثي شو مو ولا لا. اون توكا انا وصلت قربت نوصل للقنصله ديال المغرب، اي شو شوفوا كي داير، انا ديجا جيت لهنايا، ديجا جيت للقنصله ديال المغرب، ما عقلتش كي دايره الدعوه، ما نمشيو نشوفو، نمشيو نشوفو الدنيا كي دايره، نشوفو السيرفيس كي داير ديال المغرب، نشوفو المغاربه. جيسبيغ كي داكشي يدوز بخير، جيسبيغ ما نلقاوش شي حاجه اللي تطلع علينا الدم. الوغ انا حاليا حدا القنصليه ديال المغرب، شد الدرابو ديالنا مسكين فيه البرد يعني حاليا قد ندخل داخل ونطلب اللجوء السياسي. سوا ديال القنصليه المغربيه كتدخل، كاينه لا سال داتونت هنايا، عندك التوشيه هذي كتعطيك باش تخطيك تعرف اشنو باغي دير. نعم اكت نيسونس ميرسي، طلبت من عند الوالدي صيفط لي اكت نيسونس مي فينالمون جو بوغي لو بروندر ايسي. فوالا تو بخون طون تيكي كتسنى نوتك. اي فوالا سالينا من ساليت من القنصليه، كعاتني الرايه اش كيداير الرايه، ما يجلسوش يقادوا اصاحبي، طلع شي واحد يقاد يصيب لها اللعيبه تكون مهزوزه على اي تجربه في القنصليه. واخا هكاك دازت مزيانه، دوزت 50 دقيقه او توتال باش ناخذ باش نخلص وباش ندير لا دوموند، كانت خاصني لافيش اونتروبريميتريك. الوغ فينالمون الوالد سمح لي دومونديت منك انك تجيب لي ورقه ديال الخلق، كنقدو ندومونديو حتى هنايا ورقه ديال الخلق. الوغ هادي انفورماسيون للناس اللي كاينين هنايا اللي ما عمرهم ما جاو لهنا، يا با مال دو دوكيمون اللي تقدو تصايبوهم هنا، داكشي بلو رابيد با مال دو شوز. خلصت 4 دولار شي حاجه على هادشي، خديت الورقه ديالي تسنيت شويه، جات نوبتي مشيت دخلت عمرت لي زانفورماسيون فواحد التويشيه اخرى عاوتاني، عمرت واحد الورقه قبل
اي ابخي سا صافي خليتهم قال لي صافي تنعاود نعيط لك انا صحابني غيعيط لي صافي غتكونوا جداد ما رجعتش باش عيطوا عليا قالت لي المراه هنا فين كيبقى واحد الاشكال صغير ما عرفتش انا الناس علاش ملي كتكون في بلاصه ديال تعطي لها انفورماسيون خاصك تعطيها باغ اكزومبل انا فاش دخلت جاب الله السيد اللي كاين في السيكوريتي وسان قام ماشي 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 مغربي ما عرفتش منين قد يكون كندي ولا شي حاجه هو اللي سيكوريتي فاش يلا غادي ندير لا دوموند نورك على البي حيت ملي كتبغي تعزل لاش جاي نتايا وتاخذ البي لاش كتسنى كاينين بزاف ديال لي شوا كيف ما وريتكم في الفيديو سو انا يلا غنعزل هو جا عندي يلا كنقرا خاصني نقرا باش نعرف شنو غنعزل جا عندي توا ما عطانيش الوقت مي اون توكا جاب بحال هكا قال لي شنو هادي قلت لي في سونتر بروميتيك وكانت هي الصف الرابع هبط اقرا ورك عليها صافي طن خرجات ويقول لي قال لي واش عمرتي الورقه قال لي واش عمرتي الورقه قلت لي لا باقي ما عمرت ورقه ويجي قال لي تسنى انا غنجيب لك الورقه وعمرتها شونس كو ماطراس لواحد السيده من بعد السيده جايه وبنتها بقات كتسنى جالسه كتسنى خدات البي التيكي ديالها وبقات كتسنى فاش ناضت نوبتها قال لها السيد قال لها السيد لهي خاصك تعمري واحد لافوي سو انا كاين واحد لو مونك د انفورماسيون ما فهمتش انا كيفاش ما نقدوش نعلمو بنادم الا دار اون دوموند لا كان شي حاجه ولا خليو غير اون انفورماسيون باش تسهل على بنادم يعرف بحال بنادم عايش هنا غادي يجي غيعرف خاصو يمشي لا ورق هنا لا غدير اون توكا سي دي تخوك كوم سا وانا فاش رجعت فاش قلت لكم وصلت نوبتي ونط باش نشوف اش كاين نوبتي التويشيات قالت لي عطيني $4 هادي خلص بحال هكا $4 ويتعطيني واحد الورقه هذيك الورقه كنشوفها ما مكتوبه فيها حتى شي حاجه ما عرفتهاش شنو هي ديك الورقه اللي عطاتني صافي بقيت كنشوفها بقيت وتسيت شنو نرجع عندها قلت لها هذه شنو هي واش هذا هو لو دوكيومون ولا هذه واش غادي نتسندا ولا كومون سا سباس قالت لي لا هذاك غير روسو وصافي والدوكيومون غادي نصيفط لك باغ كوريال نقول لك ملي يكون واجب باش ترجع تاخذه سو انا كون ما سولت على هاد لافورماسيون عاوتاني شكون اللي كان غايقولها شكون اللي غايقول لي هاد لافورماسيون كي تخلصتي من عندي قوليها ليا سا برون جوج جمل غادي تقوليها طن هادشي اللي كيفركلك بنادم ما كيضربش حساب انك انت ما عارفش ولا كاين شي ناس اللي ما غايسولوش اللي ما غايزعمش يسول شي حاجه مي اون توكا الله يهدي ما خلق بنادم اللي كيكون في ان بوست ديال شي خدمه ولا شي حاجه سي بيان يعطي لانفورماسيون كومبليت عطي البنادم جوج كلمات اوكي هاك الروسو راه غيوصلك لانفورماسيون ملي غتكون واجده رجع عندنا سامبل اودي لا اله الا الله محمد رسول الله لمن غتقول لمن غتصرح وكل واحد كيدير دماغه ماشي كتشوف كتلقاهم هما ساكنين في كندا والروينه وكل شيء ولكن كيديروا شي تصرفات شي خطرات ديال بن قرير وتحيه للناس بن قرير اوكي المهم انا ساليت اشنو كان خاصني ندير عرفتو فين جيت طلعت البلاصه ديال الولي اللي قبيله تسنى هذا هو قبيله قلت لكم لوطوروت عقلتو قلت لكم راه دايز لوطوروت هاي الدخله ديالو اش كتبان لكم الدخله ديالو راه دخلت مرات باش راه هي لهي المهم اون توكا كان الدخله وكيخرج للشارع لهنايا ديال لوطوروت انا بغيت نعرف شنو هي هذيك التوشيه اللي تسمح حداها قبيله بغيت نعرف ما هذا الشيء هل هي وليلي انتقلت الى هنا ام هي اشياء اخرى انتقلت الى هناك ما تعرفش شنو هاد الديكور هاد لا ديكوراسيون اللي دايرين ديما كدوز من هنايا وشي خطرات كتكونش عارف وما كتكونش عندك الفرصه انك توقف هاد الشكل ما كاينش شكل كاين واحد الشكل اللي ما عرفتوش انا شنو هو نزيدو نشوفو ها هي وليلي اللي كنا كنشوفوها من الجهه الاخرى ها هي ما فيها لا شيء ما فيك لا شيء ابدا وليلي كان كيسحبني وليلي هناك ازبال صافا شي بنادم شي خطرات خطره ماشي فين ساكن ماشي البلاد اللي فيها انت راه كاينه حتى الدماغ كلشي على الدماغ الخوت المهم هادي اللي كنا كنشوفو من لها كانت كتبان زوينه من لها ما كاين حتى حاجه وليلي ما فيها والو الاثار ما كاين لا اثار لا والو ولكن شكون عرف من هنا واحد 300 عام 800 عام الى بقات الحياه الى ما فنات الدنيا راه بتاتر غيوليو هادو اثار غادي يدوزو بحال هكا ويقولوا الشعت داز من هنا مال الشعت داز من هنا يلا خوتي خواتاتي ميرسي بوكو الناس اللي تفرجوا في الفيديو تهلاو ليا في راسكم غنتواضع معاكم حدا وليلي مونغيال تهلاو في راسكم ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله.